جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الحقيقة لنا جنود مرابطون على الحدود والثغور، هؤلاء يدافعون عن هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، ولنا أيضا جنود ينظمون مسيرة الحجيج ويرشدونهم إلى الطرق السليمة ويبذلون الخير معهم، وهم لهم جهود تذكر فتشكر. ماذا نقول لهم من هذا المنبر؟ الجنود المسلمون في هذه البلاد لا شك أنهم على فضل عظيم إذا صلحت نياتهم واحتسبوا الأجر من الله، سواء كانوا على الحدود أو كانوا في البلاد مع الناس ينظمونهم وأيضا يحفظون الأمن، فهم على خير عظيم. نسأل الله أن يعينهم وأن يجزيهم بالخير والبركة على ما يعملونه ويتعبون فيه من صالح المسلمين. نعم.